سلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة التطورات في ملفات حياة كريمة وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المبادرة المصرية لدعم الصناعة إبدأ. ستكون البداية مع مبادرة إبدأ. قلنا وعملنا وكنا قدها قد كلامنا، قابلنا الصعب كتير قدامنا، قلنا وبدأنا لا ظروف بتمنع ولا كان في حجة تبطلنا، احنا في حكايتنا أبطلنا ونجحنا وطلنا. نجدد التحية. تولي الدولة أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، وأثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيا في مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. ضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة إبدأ، والتي جاءت ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة وللجميع. تأتي مبادرة إبدأ بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية وتحقيق استدامة وجودة للتدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية. هاتفيا ينضم الينا دكتور محمود عنبر استاذ الاقتصاد، ارحب بك دكتور محمود. اهلا وسهلا فندم. اهلا بك دكتور محمود. بداية القيمة المهمة التي اضافتها ابدأ لمجال الصناعة ومن ثم تحسين الاقتصاد المصري. يعني يمكن توطين الصناعة داخل الدولة تأتي اهميته في شقين. الامر الاول اللي حضرتك تفضلت به في المقدمة، وهو حالة تحقيق حالة الاكتفاء الذاتي بالشكل اللي يعني يتوافق مع الاحتياجات المحلية والاستهلاك المحلي
وفتح أبواب للتصدير في الخارج. ويمكن ده الوضع النقدي داخل الدولة المصرية، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع القدرة الشرائية للدولار أمام الجنيه المصري، فيساعد ويعطي ميزة أفضل للمنتجات المصرية داخل الأسواق التصديرية. الأمر الثاني ويمكن الأكثر أهمية، أن الأوضاع الدولية أو الوضع الاقتصادي الدولي الآن خاصة بعد جائحة كورونا، وخاصة في ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية الآن، بتستدعي حاجة الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، خاصة السلع الغذائية، اللي حتى لو كانت استيرادها من الخارج أقل من تكلفة إنتاجها محليا، الأمر يتطلب الآن وفقا لهذه التداعيات أن يكون هناك قدر مناسب وكافي للإنتاج المحلي من هذه السلع، لأنه لو تكرر هذا الأمر لا قدر الله يمكن أن يتحول العالم إلى حالة من حالات الاقتصاد المغلق. في هذه اللحظة تعامل هذه المنتجات معاملة السلع الاستراتيجية أو السلع التي لها علاقة بالأمن القومي، والتي يستدعي إنتاجها أو وجود قدر ووفر من الإنتاج المحلي منها داخل الدولة. هذا الشق. الأمر الثاني إنه هو فكرة التداعيات الاقتصادية أو الآثار الاقتصادية المترتبة على عملية توطين الصناعة، مش بس بتقلل من فاتورة الواردات بالأمر اللي بيترتب عليه تحقيق فائض في الميزان التجاري، ولكن الأمر ينعكس بشكل أكبر على قيمة وقدر سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، لأنه طبعا رفع أو زيادة الصادرات وتقليل الواردات واحد من أهم العوامل اللي بتحافظ على احتياط النقد الأجنبي الموجود داخل البنك المركزي. أيضا استيعاب كميات أكبر من العمالة، خاصة في إطار توجه الدولة نحو ما يطلق عليه التنمية المتوازنة، بمعنى أن المشروعات والأفكار توزع بشكل متوازن ما بين أقاليم الدولة المختلفة بالشكل اللي بيتناسب مع اعتبارات الجدوى الاجتماعية، أنه لا تكرس التنمية فقط في العاصمة الخاصة بالدولة، أو اعتبارات الجدوى الاقتصادية أن هذه المشروعات تتناسب وفقا لكل ما يتميز به إقليم أو الميزة النسبية أو التفضيلية لكل محافظة. يمكن مبادرة إبدأ بتوفر مجموعة من التدريبات وتوفر ما يطلق عليه حاضنة أعمال تستوعب هذه الأفكار منذ أن تكون فكرة وحتى قيام شركة قائمة بذاتها. هذا الأمر يعني الاستمرار فيه بيكون حتنعكس آثاره، وأنه بيمثل جزء كبير من الناتج القومي الإجمالي داخل الدولة. إلى أي مدى دكتور محمود تمثل إبدأ فرصة سانحة لصغار المستثمرين؟ نتحدث هنا عن المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. يمكن هذا النوع من المشروعات خصوصا ما يستدعي من إصدار قرارات، سواء كانت هذه القرارات لها علاقة بتشريعات معينة أو بتوفير بيئة معينة حاضنة ومستوعبة لهذه الأعمال، واحد من أهم الأمور التي تخلق مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية. والاستثمار هنا يمكن الحديث عنه بشقي، الاستثمار المحلي كمستثمر محلي، أو حتى الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة اللي برضه بيؤثر على سعر صرف العملة ودخول الدولار. كل هذه البيئة إن توفرت بالشكل المنضبط واحد من أهم الأهداف، لأن بتأتي في السياق والتوازي مع ما يطلق عليه فكر ريادة الأعمال، اللي الدولة المصرية حقيقة الأمر قطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، لكن الأمر يتطلب أن يكون عندنا ما يطلق عليه ثقافة ريادة الأعمال، بمعنى أن يكون لدى المواطن يعني قناعة كبيرة أن هذا الأمر هو المخرج الأساسي لتوفير فرصة عمل، المخرج الأساسي لوضع الدولة على خريطة التنمية. لأن لو حضرتك فتشت في دول العالم التي وضعت نفسها على خريطة التنمية، في كثير من الدول مشروعات ريادة الأعمال هو المشروع الذي يمثل أو هو القطاع الذي يمثل النسبة الأكبر في الجي دي بي أو في الناتج المحلي الإجمالي. الفرص الاستثمارية في مصر كيف تراها دكتور محمود؟ الفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية في تخيلي تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو توفير المناخ الجاذب للعملية الاستثمارية، سواء في شقه المالي أو في شقه النقدي. الشق المالي اللي هو القرارات اللي بتتخذها الحكومة التي لها علاقة بالموازنة العامة زي الضرائب والنفقات، والشق النقدي وهي سياسات البنك المركزي تجاه البنوك التجارية. وهذا الأمر الدولة يعني تسير فيه منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على طريق منضبط،
خاصة فيما يتعلق أيضا بالإطار التشريعي وإصدار القوانين المشجعة للاستثمار، ولا أتحدث هنا فقط عن قانون الاستثمار ولكن أيضا القوانين المرتبطة بشكل غير مباشر بالاستثمار زي قانون إفلاس الشركات، زي قوانين الضرائب وغيره. هذا أمر. الأمر الثاني هو فيما يتعلق بتوفير الفرص الاستثمارية، أن تكون لدينا قاعدة بيانات منضبطة ومتاحة للمواطن المحلي والمواطن الأجنبي، بمعنى أنه توافر هذه القاعدة من البيانات، بما أننا أدخل حتى لو كنت خارج الدولة المصرية أستطيع أن أعرف بمنتهى السهولة ما هي الفرص الاستثمارية الموجودة في محافظة أسوان، ما هي الفرص الاستثمارية أو ما هي المميزات التي تميز محافظة مطروح وهكذا. إذن وجود قاعدة البيانات واحد من أهم الأهداف أو من أهم الأمور. يمكن الدولة المصرية تتخذ خطوات لها علاقة بإقامة معارض، وشهدنا منذ يومين أو ثلاثة افتتاح معارض في سيوة، افتتاح معارض في أكثر من مكان، لكن الأمر أيضا يتطلب وجود قاعدة بيانات معلنة عن الفرص الاستثمارية يتم تحديثها بشكل سنوي. هل هذا ما يسمى بالحوكمة؟ بالضبط، هذا هو المصطلح الأوسع والأشمل لمفهوم الحوكمة. اتجاه الدولة لبعض المشروعات في صعيد مصر كيف تنظر له من الناحية الاقتصادية؟ يعني يمكن التوجه ناحية صعيد مصر قد جاء في أكثر من مبادرة، طبعا مشروع حياة كريمة اللي المراكز في محافظات الصعيد خدت أو النصيب الأكبر منها، طبعا هذا وفقا للاعتبارات التي وضعت في هذا الشأن لها علاقة بمعدلات الفقر، هيئة تنمية الصعيد، مشروعات التنموية التي تقام في محافظات الصعيد. يعني اعتبارات الدكتور محمود، اعتبارات الاحتياج، اعتبارات الاحتياج طبعا، وده يمكن بيعطي مؤشر ودلالة على أن الصعيد خلال الفترات السابقة تم إهماله بالشكل اللي لم يؤثر على اقتصاديات الصعيد، وإنما أثر على اقتصاديات الدولة المصرية بالكامل. حالات النزوح من محافظات الصعيد إلى العاصمة كان قديما، يعني هذا هو كل من يبحث عن التنمية، كل من يبحث عن فرصة عمل منضبطة تضع على مستوى معيشي معين، لم يكن لديه حل ومجال إلا أن ينزح إلى عاصمة الدولة. الأمر الآن اختلف بتوزيع المشروعات القومية على المحافظات، قلل العبء من على العاصمة، اهتمام الدولة سواء في شبكة البنية التحتية أو في إقامة المشروعات الموزعة إلى حد كبير بشكل متوازن بين محافظات الصعيد. هذا سوف تكون له تداعيات ليس فقط على مستوى المواطنين يسكنوا في الصعيد وإنما على الدولة. ويمكن لو حضرتك لاحظت في العام 2013 لما صدر التقارير الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان متوسط المؤشرات الاقتصادية السلبية في محافظات الصعيد أعلى من متوسط المؤشرات على مستوى الدولة بالكامل. إذا كنت بتكلم على مستوى البطالة، مستوى معدلات الفقر، كان الصعيد يعاني من هذا الأمر، وكانت تبعات هذا الأمر لا يتكبدها فقط مواطن الصعيد وإنما يتكبدها الأفراد الأخرى. أيضا توزيع هذه المشروعات بشكل متوازن وبشكل عادل ما بين الأقاليم ليس له فقط آثار اقتصادية وإنما له آثار سياسية معينة، منها مثلا تعزيز معنى وفكرة المواطنة اللي بتأتي يعني بشكل مباشر باعتبارات الولاء والانتماء للدولة. ربما تحدثت دكتور محمود عن البنية التحتية، ولابد هنا للإشارة لملف الطرق. إلى أي مدى تمثل هذه الطرق شرايين تنمية اقتصادية في مصر؟ يعني وفقا لتقارير الدولية وتحديدا طريق ومؤشر جودة الطرق، الدولة المصرية استطاعت أن تقفز قفزات طويلة وكبيرة في هذا الإطار، وبالأرقام لأن الاقتصاد يعني لا يعطي دلالاته إلا بالأرقام. معدل تدفق الاستثمار سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي في صورته المباشرة أو غير المباشرة هي خير دليل وأكبر دلالة على مستوى البنية التحتية المتحسن داخل الدولة المصرية. ويمكن وجود بنية تحتية معتبرة داخل الدولة وتحديدا الطرق واحد من أهم العناصر التي تأتي في مقدمة توفير المناخ الجاذب للاستثمار داخل الدولة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معي هاتفيا من القاهرة. إذن بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة.
المزيد في العرض التالي. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا، أصواني أنا، أصواني أنا مش أي حد. وهنوم باقي كنادي اللي في النانا، ويركي ليوزي في النانا. وهنوم باقي كنادي اللي بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان. ملكة سمرة متوجة في أي زمان، ملكة سمرة متوجة في أي زمان. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا، أصواني أنا، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد. شوفوا الجبال،
أهلا بكم من جديد. جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، لم تعد فقط المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل ما يطلبونه، وتحولت إلى ذراع رئيسية للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية. مواقف عديدة أظهرت الدور الكبير للمبادرة الرئاسية والتي أصبحت أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهو ما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة. هذا ويعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في العرض التالي.
مزيد ينضم لنا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أرحب بك أستاذ صلاح. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. نبدأ في حياة كريمة من حيث الفترة الزمنية واختيار التوقيت لهذا المشروع الضخم في مصر. هو بالفعل المشروع من المشروعات الضخمة ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم بأسره. لا نقول ذلك لأن المشروع مشروع مصري بالكامل، لكن المشروع يستهدف توفير حياة كريمة بالفعل لسائر جموع المواطنين في القرى والنجوع، حتى تلك التجمعات السكنية العشوائية التي أقيمت بعيدا أو على أطراف المدن أو على أطراف القرى شاملها هذا المشروع. المشروع يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا سواء في الريف أو المناطق العشوائية أو تلك التي أسست في غيبة من يعني في بعض الفترات التي كانت هناك بعض المساكن التي تقام بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة ورقابة الحكم المحلي. أيضا هذه المشاريع التنموية تستهدف تنمية التجمعات الريفية بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة لأهالينا في تلك المناطق بهدف الحقهم بركب التطور الذي تشهده جميع المدن والمحافظات المصرية من تطوير شامل جميع مناحي الحياة. إلى جانب أن هذا المشروع الحيوي بالفعل يستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري في جميع ربوع الأبقاء والمحافظات المصرية، إلى جانب أنه أيضا يستهدف توفير فرص عمل لتعديم يعني استقلالية المواطن وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم في هذه التجمعات المعيشية الموجودة بالفعل يعني منذ فترة طويلة لم تشهد هذا التطوير الذي لمسته. المشروع يشتمل على الكثير من مقومات الحياة بدءا بالمدارس والوحدات الصحية وحتى المراكز الشبابية وغيرها من الحياة التي يعني تستلزمها وجود هذه التجمعات البشرية بدلا من الانتقال إلى المدن الأقرب أو التجمعات الحضرية الأقرب لهم، لكن يتم نقل هذه الأشياء إليهم حتى يلحقوا بركب التطور كما أشرنا. المرحلة الأولى من هذا المشروع تتكلف حوالي 300 مليار جنيه وهو رقم ضخم للغاية. إجمالي تكلفة المشروع تقترب أو تزيد عن 1 تريليون جنيه بمراحله الثلاثة. فهذا الرقم هو رقم يعني ضخم للغاية إذا ما قورن بغيره من المشروعات التي يعني تتكلف تكلفة أقل من ذلك بكثير، لكن المشروع بالفعل يعد من أضخم المشاريع على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فقط. أستاذ صلاح، البعض يتساءل وفي حيرة من أمره كيف استطاعت الدولة المصرية المضي قدما في هذا المشروع برغم الأزمة المالية العالمية، أزمة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك العمل يجري على قدم وساق في كل قرى مصر. هو هذه شهادة نشهدها للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه هو الذي صمم على يعني تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت منذ عام 2019 بداية العمل في هذا المشروع الحيوي بالفعل، والذي سينقل المواطن المصري نقلة نوعية وتوفير حياة كريمة بالفعل له في سائر المدن والمحافظات التي لم تكن تشهد يعني اهتماما من جانب الدولة خلال السنوات الأخيرة. لكن إصرار الرئيس على تنفيذ هذا المشروع بالرغم من العديد من المشروعات التي تنفذ على سائر الأراضي المصرية والتي نشهدها جميعا والتي باتت يعني موجودة رأي العين، والمواطن أصبح الآن يلمس يعني الكثير من الطرق التي أضيفت لشبكة الطرق المصرية لجانب المدن التي انتشرت في ربوع مصر والتي تضاهي مثيلتها من المدن العالمية، إلى جانب الإنفاق على كثير من المشروعات التي كانت تحتاجها البنية التحتية والتي كان يحتاجها الاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وأرحب خلال المرحلة المقبلة. لكن إصرار الرئيس والإدارة المصرية على أن ينفذ هذا المشروع بالرغم من يعني المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العالم وتعاني منها مصر بطبيعة الحال باعتبارنا من يعني أحد سكان الأرض وأحد الذين يعني يعانون كما يعاني معظم شعوب العالم جراء أزمة كورونا وجراء الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست
سلبا على الاقتصاد العالمي، لكن إصرار الرئيس على أن تنهض الحكومة المصرية بالمواطن المصري على هذا النحو، أعتقد أنه أصبحت ملامح المشروع بادية للعيان، وأصبحت المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء، والمرحلة الثانية ستتلوها. يعني المشروع بالفعل يعد من المشاريع الرائدة في مصر والعالم، وسينعكس أثاره الإيجابية على المواطن المصري خلال فترة وجيزة، وسيتحقق بالفعل الهدف منه. يعني نتحدث عن خطة واستراتيجية طويلة المدى موضوعة يجري التنفيذ عليها منذ البداية في حياة كريمة وما سبقها من إجراءات اقتصادية. الدولة أعلنت الخطة للتنمية المستدامة 2030، وهي بناء الإنسان والاهتمام هنا بالصحة والتعليم، هذا هو العنوان العريض، وربما كانت البداية الحقيقية بالمضي قدما داخل حياة كريمة. أسألك عن هذه الاستراتيجية دكتور صلاح أو أستاذ صلاح. الاستراتيجية المصرية للنهوض بالصحة بدأت بالمبادرات الرئاسية المتوالية التي بدأت ب 100 مليون صحة ومكافحة فيروس سي الذي كان من أولويات اهتمام، يعني حوالي 15 مبادرة بدأت في 2018 بعلاج فيروس سي. نعم بالضبط، يعني بدأنا بفيروس سي وعلاج فيروس سي الذي انتهى أعتقد تماما من مصر بعد أن كان يعني يهدد حياة معظم المصريين، إلى جانب أنه المبادرات الرئاسية هو مبادرة مكافحة الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس وطلاب المدارس، إلى جانب زي ما حضرتك تفضلت أكثر من 15 مبادرة رئاسية أعتقد أنها حققت الكثير في مجال النهوض بالصحة، إلى جانب الإسراع بالعمليات الجراحية التي كانت يعني هناك طوابير من المواطنين. الرئيس يعني وجه بضرورة الانتهاء من هذه من قائمة الانتظار في العمليات الجراحية، إلى جانب أنه أيضا هناك الكثير من المبادرات الرئاسية التي بالفعل اهتمت بصحة المواطن المصري. وأعتقد أنه يعني خطة الدولة لإحراز التنمية 2030 يعني ستؤتي ثمارها بالفعل، والاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم على رأس أولويات الإدارة المصرية والدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة. وجزء أيضا في إطار تطوير التعليم هو التعليم الجامعي، الكثير من الجامعات تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة وأيضا الجامعات الأهلية، كيف ترى هذا النوع من التطوير في التعليم المصري؟ هو الاهتمام بالتعليم النوعي أصبح بالفعل يعني باعتبار أن التعليم والصحة هما قاطرتي التنمية في المستقبل لأي مجتمع من المجتمعات. أعتقد أن الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات القيادة المصرية خلال المرحلة الماضية والمرحلة المستقبلية، إنشاء اولا الجامعات الاهليه جانب يعني استجلاب فروع من الجامعات الكبرى والتي اقيمت فروع لها في مصر سواء في العاصمه الاداريه الجديده او المدن الجديده التي كانت على راس اولويات الاداره المصريه ان تقام فروع للجامعات الاجنبيه المتطوره، وفي العاصمه الاداريه حوالي 4 جامعات بدات بالفعل، الى جانب انه وزاره التعليم العالي تستهدف خلال المرحله المقبله جذب ما لا يقل عن 20 فرع لجامعات كبرى في متطورة على مستوى العالم. أعتقد أن ذلك من شأنه أن ينهض بالتعليم المصري خلال المرحلة المقبلة، وينعكس أثره على بناء المجتمع بشكل أو بآخر، إلى جانب الاهتمام بالصحة ويعني مستلزمات بناء الإنسان كما تفضل هي على رأس أولويات القيادة المصرية. وأعتقد أننا بدأنا بالفعل يعني نلمس ثمار ذلك سواء بإقامة الجامعات المنتشرة الآن في كثير من المدن والتجمعات المصرية الحديثة، في العالمين الجديدة هناك جامعات أو فروع للجامعات الأجنبية، إلى جانب أن العاصمة الإدارية كما أشرت لديها بالفعل 4 فروع لجامعات كبرى بدأت تستقبل الطلاب منذ العام الماضي، إلى جانب الجامعات الأهلية التي بدأت هذا العام في استقبال الطلاب، إلى جانب الجامعات التي تم تطويرها على مستوى محافظات الجمهورية الجامعات التقليدية، إلى جانب ضم أو إنشاء فروع لجامعات يعني لها سمعة في المنطقة، يتم إنشاء فروع لها في مدن تبعد أو قليلا عن هذه الجامعات. أعتقد أنه الاهتمام بإنشاء المزيد من الجامعات بدأ بالفعل يؤتي ثمار، وستحقق الهدف من إنشاء وتطوير منظومة التعليم، إلى جانب الاهتمام بطبيعة الحال بالتعليم الفني والتعليم العالي. وطبعا نتحدث عن التعليم، معنا على الشاشة إن كنت تشاهدنا الآن أستاذ صلاح هذه الصور لبعض
المدارس التي أنشأتها حياة كريمة في مصر، وحتى هناك كما نقول الذوق عالي، حتى الألوان بها بهجة للأطفال، الاهتمام بكل التفصيلة صغيرة داخل هذه المبادرة. أستاذ صلاح، هو بالفعل الآن يعني زي ما حضرتك تفضلت، الشاشة تعرض مشاهد بالفعل لهذه المدارس والمنظومة التي يعني أصبح الاهتمام حتى بالشكل وتطوير الشكل بدلا من الاعتماد على الأشكال التي كانت بالفعل يعني أشكال غير يعني آدمية بالمرة خلال السنوات الأخيرة. يعني كان ينفق على المساكن الشعبية أو المساكن، لكن لا يتم الاهتمام بالشكل العام الخارجي. أصبحت الآن هناك اهتمام بالشكل العام، حتى المساكن التي يعني تم إنشائها من أجل أهالينا الذين تم نقلهم من المناطق التي كانت تشكل خطورة أو المناطق العشوائية إلى مناطق الأثمرات، أصبحت الآن يعني مدينة بالفعل مدينة مبهجة، إلى جانب إقامة الملاعب وإقامة المدارس وإقامة الكثير من المنشآت التي يعني تعتمد أيضا الشكل المبهج بدلا من الشكل الذي كنا بالفعل يعني ننظر إليه بشكل من يعني كان لا يعبر عن طبيعة الإنسان المصري والطبيعة المصرية التي كانت يعني تتفنن في أن يعني ترسم الأشكال المبهجة على حوائطها، إلى جانب إنه المعابد المصرية القديمة كانت تتميز بأنها يعني رائدة في هذه الأشكال الفنية التي تعبر عن الشخصية المصرية. أصبحت الآن المشاريع سواء مشاريع الإسكان أو المشاريع المدارس أو الوحدات الصحية بالفعل تهتم بشكل إلى جانب الاهتمام بالمضمون، حتى التشطيب الداخلي أصبح الآن يعبر عن الشخصية المصرية الحقيقية بعيدا عن يعني الشكل الذي كان يبتعد عن هذا بكثير، ولدينا من الفنانين ومن المبدعين في هذا المجال. أعتقد أن الصورة أبلغ دليل على أنه الاهتمام بالشكل إلى جانب الاهتمام بالمضمون أيضا يعبر عن طبيعة الشخصية المصرية. يعني وربما أيضا معنا الآن بعض الفصول من الداخل، وهذه صور لمكتبة، الاهتمام بكل تفصيلة. لكن إذا تحدثنا عن المجمعات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها داخل الريف المصري أستاذ صلاح، وكيف لها أن تسهل على الناس حياتهم وحتى تخفف الضغط على المدن المركزية داخل المحافظات؟ بالفعل هو الاهتمام بأنه يتم نقل الحياة إلى المجتمعات الأبعد قليلا عن المدن أو التجمعات الحضرية، أعتقد أنه يعني هذا سيحدث نقلة نوعية للمواطن بطبيعة الحال، لأنه الاعتياد على أن تكون الحياة آدمية أو الحياة كريمة والمنشآت على نحو يحقق للمواطن الآدمية المطلوبة، إلى جانب الشكل اللي بيعبر عن شخصية المواطن في هذه الأماكن، يعني أعتقد أنه الهدف الرئيسي من جانب الدولة أن تنقل بالفعل المواطن نقلة إنسانية تحقق له يعني أولا الرفاهية وتحقيق المزيد من الخدمات إلى المواطن، بدلا من أن ينتقل المواطن إلى المدينة الأقرب إليه لا تنتقل إليه هذه يعني الخدمات الوسائل أو الخدمات اللي يتم نقله بالفعل وتحقيق حياة كريمة بالفعل، وهو الهدف الأزمة من هذا المشروع الحيوي، يعني أن يتم نقله إلى المواطن بدلا من أن ينقل المواطن إلى المدينة الأقرب إليه، لكن يتم نقل الخدمات إليه وتكون هناك وحدات مجمعة لتضم كافة أشكال الخدمات إلى جانب النوادي والمراكز الشباب ومراكز الطفولة وغيرها من الخدمات التي تحتاجها القرى والتجمعات البشرية الموجودة على أطراف المدن أو أطراف الأحياء. بالفعل سيتم بالفعل نقلة نوعية للمواطن المصري، وهو الهدف الأسمى للدولة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معي هاتفيا من القاهرة.
عامرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا عالكلمة الحلوة اللي اديت قلبة تغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا عالنية الصافية والناس بوعودها وافية دايما في الشدة وجودهم بيها واللي نقصها ما احنا. شكرا على اجمل ضحكة، شكرا اوعي تعيطي. امال احنا موجودين ليه؟ محدش يعيط، يعيننا ربنا. ازاي صحتك؟ مش عايزه حاجه؟ يا رب يبارك لك، عايزاك انت منيحه. مثل مشروع حياة كريمة الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، يؤسس لواقع جديد للريف المصري عنوانه التنمية. المزيد في سياق العرض التالي. Thank you.
هاتفيا ينضم لنا المهندس محمود عبد العزيز منسق حياه كريمه بمحافظه السويس. اهلا بك مهندس محمود. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على جميع المشاهدين اللي بيشاهدوا قناه اكسترا نيوز. صباح النور. اهلا بك مهندس محمود. بدايه حدثنا عن اخر نشاطات حياه كريمه لديكم بمحافظه السويس. والله يا فندم انا بكلم حضرتك حاليا وانا واقف دلوقتي في قافله طبيه بالتعاون مع جامعه السويس ومؤسسه حياه كريمه بالسويس ونقابه الاطباء. احنا هنا في القافله اخترنا مكان من الاماكن النائيه اللي فيها اهالينا الاكثر احتياجا، منطقه من المناطق اللي ما فيهاش وحدات صحيه بتغطيها، جينا النهارده عشان نغطي تخصصات مختلفه طبيه منها البطنه والاطفال والمسالك والنساء. القافله ان شاء الله هتقدر تخدم كل اهالي المنطقه والمناطق المجاوره ليها. كمان كان معانا في خلال الاسبوع اللي فات ندوه من الندوات اللي بنعملها التوعويه لشباب الجامعات بعنوان جهود حياه كريمه لتعزيز العمل التطوعي لدى شباب الجامعات، ودي كنا دخلنا فيها في كليات مختلفه زي كليه الثروه السمكيه وكليه العلوم. ومن ضمن النشاطات حياه كريمه برضو في محافظه السويس ان احنا خلال الاسبوع الحالي من اول الاسبوع ابتدينا ان احنا نسلم الناس المعاش الاستثنائي عن طريق الكشف اللي كنا رصدناه وعملنا له فحص ميداني. جالنا كشف باسامي الناس عن طريق هيئه البريد، هيبتدوا يستلموا المعاشات الاستثنائيه تبع حياه كريمه في محافظه السويس، ولسه في معانا كشوفات ثانيه بنقدر نستكمل لهم البيانات عشان ان شاء الله برضو يوصل لهم المساعدات حسب رؤيه حياه كريمه ورؤيه سياده الرئيس ان احنا نوسع النطاق بتاع الخدمات الاجتماعيه للاهالي وللناس اللي محتاجه في المناطق الاشد فقرا. كيف ترى وانت تمارس هذا العمل الميداني في الشارع مهندس محمود انطباعات المواطنين وشعور المواطنين بان الدوله ذاهبه اليه في بيته؟ والله المواطنين اللي احنا بننزل لهم يا فندم دول من اشد الناس احتياجا، فهم لما بيشوفوا مبادره زي المبادره الرئيسيه بتاعت حياه كريمه واهتمام الرئاسه واهتمام الدوله بان هم يوصلوا للمناطق فعلا اللي هي محتاجه بيلمسوا بشكل ايجابي دور الدوله ودور المؤسسات المتعاونه خصوصا الجامعات، المجلس اعلى الجامعات والاتحاد الوطني للعمل التنموي والناس كلها اللي بتتعاون مع مبادره حياه كريمه ان هم بيقدروا يوصلوا لهم في المناطق بتاعتهم، بيلمسوا الشكل الايجابي لدور الدوله وان هي فعلا حريصه كل الحرص ان هي تقدر تأدي الخدمات اللي مش متاحه في مناطقهم حتى لو على شكل مبادرات او على شكل اعمال فرديه زي القوافل او الاعمال اللي بنقدر ان احنا ننزل بيها في خلال الجولات الميدانيه بتاعتنا في محافظه السويس. ربما شهور مرت على بداية حياة كريمة في العمل بشكل فعلي، إلى أي مدى ترى تغيرا حدث في شكل المدن في شكل القرى وحتى في انطباعات المواطنين؟ والله هو طبعا في تغيرات كثيرة حصلت خصوصا في المناطق اللي دخل فيها مشروعات حياة كريمة. احنا للأسف هنا في السويس ما حالفناش حظ ان احنا نكون في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، لكن قدرنا ان احنا ناخد بعض شباب الجامعات في زيارات استثنائيه لمحافظه الشرقيه في مركز الحسينيه، شفنا الخدمات كتيره اللي الناس هناك اتوفرت لهم، ولمسنا ده من خلال الناس ان احنا قابلناهم هناك وشفنا المركز التكنولوجي ومراكز الشباب والمحطات المعالجه والمدارس وكمان المراكز الخدميه المختلفه اللي المواطن ما كانش بيتمتع بان هو يقدر يوصل لها غير في المراكز الرئيسيه في المحافظات. دلوقتي بقت الخدمات دي موجوده عندهم في الكره بتاعتهم، فطبعا كلهم بيشعروا شعور ايجابي وحاسين ان الدوله فعلا مهتميه ان هي تقدم لهم الخدمات دي في خلال فتره بسيطه من المشروعات. احنا بنتكلم على حياه كريمه بدات بشكل فعلي في 2011 في 2019، والمرحله الثانيه دخلت السنه اللي فاتت، بس بنخدم اكتر من 54 مركز، والتكلفه التقديريه لمشروعات حياه كريمه في خلال 5 سنوات الرئيس ان شاء الله بيامل ان هو ينهي كل المشروعات فيها حوالي 800 مليار جنيه، ودي تكلفه تقريبا احنا هنعديها كمان خصوصا لما تخش كره المرحله الثالثه.
فأكيد في تغير كبير جدا هيحصل على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهورية كلها، وهيلمسوا نسبة كبيرة تقريبا 60% من بشكل مباشر من الشعب المصري هيلمس التغيرات دي. إذا تحدثنا عن أجندة عملكم في المرحلة المقبلة مهندس محمود، إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية محافظة سويسرا تكون من المحافظات اللي هتخش بشكل كبير جدا في المشروعات، وده بتكليف مباشر من سيادة الرئيس وبتوجيهات مباشرة لمعالي محافظ السويس، وغير ان احنا شغالين على المبادرات المختلفة بجميع انواعها. احنا تقريبا عندنا في خلال كل اسبوع يعني بيبقى عندنا فعالية او فعاليتين، وبيتم فيهم خدمة جميع الاهالي اللي موجودة ان شاء الله في محافظة السويس خصوصا في المناطق النائية وفي القرى الأكثر فقرا. أكثر شيء من خلال الممارسة الميدانية شعر به المواطن من خلال حياة كريمة؟ والله أكثر حاجة شعر بها المواطن إن هو حس فعلا إن مبادرة حياة كريمة منها من الناس وإلى الناس، إن فعلا الناس اللي مشاركة معنا سواء المسؤولين أو المتطوعين أو المؤسسين الموجودين في حياة كريمة هم من الاهل البلد وعايشين جوه المناطق دي، وهم اللي حاسين بيهم، ولما بتوصل لهم الخدمه خصوصا الناس اللي محتاجه فعلا بيبقوا عارفين فعلا ان احنا بنعمل فحص دقيق جدا على البيانات وبيتم مراجعتها مراجعه محترمه من الاداره المركزيه وبتوصل فعلا للناس المستحقه. مهندس محمود، وهذا هو سؤالي الاخير، سمعت منك كلمه الشباب، الشباب اكثر من مره في هذه المداخله، دور الشباب في حياة كريمة وهي نستطيع أن نقول مبادرة شابة لدولة شابة معظم سكانها من الشباب؟ والله مبادرة حياة كريمة هي تعتبر من أفكار الشباب اللي دعمها السيد الرئيس بقراره يوم 2 يناير 2019 أنه هو ينشئ مبادرة حياة كريمة، واللي تحولت لمؤسسة يوم 23 أكتوبر 2019، والمشاركين فيها أغلبيتهم كلهم شباب، وحتى المنسقين والمسؤولين عن توصيل الدعم للاهالي والمسؤولين عن ان هم يتابعوا المشروعات اللي بتتم في كل المراحل سواء المرحله الاولى او المرحله الثانيه كلهم من الشباب. فده توجه الدوله، وده دورنا في ان احنا نستلم الرايه من اللي قبلنا وان احنا نوصل رؤيه الشباب وجهد الشباب المتفاني في ان هو يخدم البلد دي، في ان احنا نقدر نرفع من قدر مصر ونقدر نرفع من الخدمات اللي بتتقدم للقرى وللمحافظات كلها، عشان نقدر ان احنا نوصل بالناس كلها ان هي تعيش فعلا حياه كريمه. اشكرك شكرا جزيلا المهندس محمود عبد العزيز منسق حياه كريمه بمحافظه السويس، كنت معي هاتفيا. عدة أهداف طموحة وضعتها مبادرة حياة كريمة لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، المزيد في سياق العرض التالي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي،
اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي هنحب يصل تحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة أنشطتهما التي تجوب محافظة مصر المختلفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم النقدي للعديد من الأسر بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الخدمية المختلفة. مزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أرحب بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمود. فكرة أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعاون لتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري، حدثنا بداية عن هذه الفكرة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي فكرة كانت وليدة شهر فبراير 2022. وقعنا ميثاق التحالف ما بين 24 جمعية ومؤسسة بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى 27 محافظة. كانت الفكرة أن احنا كجمعيات كبيرة يبقى ما بيننا وما بين بعض ميثاق شرف، والتحالف ده فكرته ان يبقى في مشاركه ما بين هذه المؤسسات. كل مؤسسه او جمعيه ليها تخصص معين او تخصصات مختلفه، نكمل بعض، نقدر نوصل للمستحقين الحقيقيين على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ما يبقاش في ازدواجيه في توزيع الخدمات المقدمه من الجمعيات والمؤسسات لنفس الاشخاص. والهدف الرئيسي من هذا التحالف بالإضافة للأهداف السابقة هو بناء قاعدة بيانات قوية جدا ما بين هذه المؤسسات تعتمد عليها في المبادرات المتتالية والقوافل اللي بتنظمها أعضاء التحالف بصفة مستمرة، وتعتمد عليها الدولة المصرية في أي مبادرات قادمة. والقاعدة دي اتعملت بالتعاون مع الرقابة الإدارية. لكن الآن عندما تقوم مثلا جمعية الأورمان ببعض الأعمال داخل في إطار التحالف الوطني، هل هنا توقف العمل بشكل منفرد أم هذا لا يرتبط بذلك؟ هو مش في كل الملفات طبعا، يعني احنا مثلا في جمعية الأورمان عندنا مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر. المستشفيات دي شغالة بشكل منفرد ولكن بتخدم منطقة كبيرة جدا من جنوب مصر. هنقول بنشتغل مع بعض في ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا مجموعة قوافل متتالية ومنتظمة في جميع محافظات الجمهورية بتشمل جميع التخصصات.
سواء كانت تخصصات طبية أو مساعدات نقدية أو مساعدات عينية، فكل مؤسسة بتبقى شاطرة في الملف بتاعها. بنكمل بعض في الأنشطة وكذلك في الأماكن. النهاردة لما بنزل أوزع في محافظة المنيا بختار منطقة معينة، جمعية أخرى منطقة أخرى، جمعية أخرى منطقة أخرى، بحيث أن احنا نقدر نغطي جغرافيا، وفي نفس الوقت القاعدة اللي احنا عملناها مع بعض ما فيهاش ازدواجية. كل الحالات اللي كانت موجودة عندي أو عند غيري شلناها وحطناها في جمعية واحدة بس، بحيث أن هو يستفيد من جمعية واحدة ونقدر نوسع قاعدة بيانات الاستفادة للمستفيدين الآخرين. يعني نقول أستاذ محمود، قاعدة البيانات هذه وفرت الكثير من الوقت والجهد. وفرت كثير من الوقت والجهد ومنعت الازدواجية. في ناس ممكن تاخد من جمعية واثنين وخمسة خلاص، وفي ناس تانية ما بتعرفش توصل، تحسبهم أغنياء من التعفف. نقدر نوصل لكل الناس المستحقين على مستوى جمهورية مصر العربية. إذن إذا تحدثنا، إن كانت لك بعض الأرقام عن ما قدمه التحالف في الفترة الأخيرة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من وقت ما تم توقيع هذا الميثاق بين هذه المؤسسات وقدمنا يعني مساعدات نقدية لحوالي 400 ألف أسرة زيادة عن ما يتم تقديمه عن طريق تكافل وكرامة ما بين هذه المؤسسات بصفة مستمرة، مساعدات نقدية شهرية. عندنا مشروعات صغيرة حوالي 220 ألف مشروع، وبنستهدف الفترة الجاية مشروعات صغيرة والتمكين الاقتصادي حوالي 500 ألف مشروع. مشروعات صغيرة هي مشروعات بنسلمها للمواطنين علشان يشتغلوا، احنا بس مش بنقدم مساعدات وقتية، وعايزين الناس تشتغل. المشروع بيوفر من فرصتين لثلاث فرص عمل، ده بالإضافة لأن احنا عندنا تقريبا كل أسبوع قافلة شاملة فيها مساعدات نقدية، فيها تمكين اقتصادي، فيها جزء طبي، فيها أدوية، فيها بطاطين، فيها مواد غذائية. كل المؤسسات لما بتتجمع مع بعض بنعمل شكل كويس جدا، وبنقدر نخدم في المنطقة اللي بننزل فيها أكبر عدد ممكن من الناس، وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك كل حد بيستفيد بخدمة، ما بيستفيدش بخدمتين أو بثلاثة. يعني احنا كنا في الدقهلية الأسبوع ده، إن شاء الله الأسبوع الجاي بقى في قنا، الأسبوع اللي بعده في محافظة أخرى، وهكذا لغاية ما نغطي جمهورية مصر العربية بالكامل إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمود، لدينا 24 جمعية و30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا. هذا العدد الكبير من الجمعيات والاتحادات، آلية التنسيق والتعاون هل هي بالأمر السهل؟ الأمر السهل جدا. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا اتفاجئنا إن الناس لما قعدت مع بعض بقى في تنسيق على أعلى مستوى. بقى في تنسيق على أعلى مستوى. النهارده ال 24 جمعية أو مؤسسة دول هم أكبر جمعيات في جمهورية مصر العربية. عندهم ميزانيات ضخمة جدا جدا جدا. لما الناس قعدت مع بعضيها وبدأ التنسيق وإخلاص النوايا كان موجود، مطلعين شغل هايل. وإن شاء الله بنوعدكم خلال الفترة الجاية إن شاء الله إن إحنا يبقى في كشف حساب كل سنة هو التحالف عمل إيه بعد ما الناس قعدت مع بعض وتشتغل مع بعض إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. هل هناك بشرة أختم بها هذه المداخلة معك في الأيام المقبلة من قبل التحالف؟ ان شاء الله. انا بقول لحضرتك ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله احنا عندنا القوافل المستمره باذن الله. عندنا يوم 17/12 افتتاح الجزء الاخير من مستشفى سرطان الاطفال في مستشفى شفاء الأورمان في الاقصر. وعندنا اول جمعه من ابريل يوم التحدي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. دول مفاجئتين إن شاء الله الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله ننتظر وإن شاء الله سنتابع معكم بطبيعة الحال. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كنت معي هاتفيا من القاهرة. ربما في انتظار مفاجآت التحالف في الجمعة المقبلة أو التي تليها بإذن الله، سنكون معكم لحظة بلحظة من خلال تغطياتنا الإخبارية المتواصلة دائما عبر شاشة إكسترا نيوز. ختام هذه التغطية، تقبلوا تحيات فريقي عملها. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي، محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.